صباح الخير كاجيتو، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بصوا، احنا النهاردة هناخد حرف السين وهناخد الثلاث حركات بتوعه، الفتحة والكسرة والضمة. سين فتحة صوتها سا، سين كسرة صوتها سي، سين ضمة صوتها سو، يبقى سا سي سو. تعالوا بصوا معايا كده في الكتاب، عندنا سين فتحة كلمة سمكة، سين كسرة كلمة سجادة، سين ضمة كلمة سلحفاة. يبقى عندنا الثلاث كلمات بتوعنا سمكة سجادة سلحفاة. تمام يا كيجيتو؟ احنا الواجب بتاعنا بقى ان شاء الله هنكتب كلمة سمكة وسجادة وسلحفاة ثلاث مرات وبس كده. نعرف بس اهم حاجة ان احنا نتعرف على شكل كلمة سمكة ونعرف نقراها، نشتهج حرف حرف، سمكة سجادة سلحفاة. بس كده يا كيجيتو، اشوفكوا على خير، باي باي.